السلام عليكم اصدقائي ومرحبا بكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم واحد الفيديو اللي واعر 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 بزاف. هذا الفيديو هذا غيكون على الفلسفه ديال استمتع. واحد الفلسفه اللي واعره 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 بزاف، غتغذي لك المخ ديالك والروح ديالك فقط بحاجات ايجابيه. فاستمتع وتاني تبع معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر باش حتى انت تطبق هذه الفلسفه ديال استمتع في الحياه ديالك. الاستمتاع هو عباره على واحد النشوه كيحس بها الجسم ديالنا، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، الحياه ديالنا بحال شدونا حنا كاملين وحطونا في واحد الترن، سواء بغيتي او لا ما بغيتيش راك راكب في الترن، حنا كاملين غاديين فيه. كاين اللي في بروميير كلاس، كاين اللي في دوزيام كلاس، كاين اللي في الارض، كاين اللي واقف، كاين بحال داكشي ديال الهنتي وحدين فوق السطح، وهي غير بحال راك في واحد الرحله الا وخصك تتمتع في هذه الرحله هذه. وكل واحد كيتحط في واحد البلاصه اللي النتائج ديال الوالدين ديالو. الحياه كتكون صعيبه منين ما كيكونش عندنا الونيس في هاد الترن وما كنكونوش متمتعين، ولكن الا كنا متمتعين وكدوز الحياه ديالنا بالزربه وكدوز سهله. فمنين مثلا حنا محطوطين في هاد الحياه هادي الا واستمتع عاوتاني تا غادي استمتع. ثالث حاجه اللي هي كبرنا في واحد المحيط، هاد المحيط هذا اللي كبرنا فيه الا وعطاونا شي حاجات منه. فحالاش هاد الحاجات اللي هما مثلا كيعطيونا الاستمتاع ديالنا كيكون مربوط عندنا بشي حوايج، يا اما بالفلوس يا اما بهادي يا اما بالاخرى. المهم هذا هو الاستمتاع ديالنا اللي كيكون مربوط بهاد الحوايج. وهاد الاستمتاع ملي كيكون مربوط بهاد الحوايج الا ما كانوش الفلوس مثلا ما نتمتعوش، يعني بحال كتشد هاد الاستمتاع هذا وكتسجنو كدير له مسجون الا ما كانوش الفلوس ما تمتعش. بحال مثلا شي وحدي مثلا حتى في هولندا في الخدمه اللي كنخدم فيها ولا في شي بلايص كيقول لك نتمتع تنشرف حتى تشرف حتى توصل 65 عاد تتمتع. احسن استمتاع هو انت غادي في الرحله، انا غادي خايف هذه الرحله انت كنتمتع من دابا، اما من وصل 65 او لا 55 شكون غيقول لي ولا شكون غيعطيني هاد الصحه هذه باش ديك الساعات عاد نمشي نتمتع. يعني الاستمتاع هو خصو يبدا من اليوم وانت كتمتع بحاجات بساطين. مثلا انا عندي الحياه في الحياه ديالي الاستمتاع ديالي مربوط بحاجات بساط، نمشي نتقهوى استمتع، نمشي لعند دراري صحابي استمتع، نمشي نلعب كره استمتع، نمشي نجري استمتع. الاستمتاع ملي كيكون مربوط بشي حوايج اللي غاليين او لا مثلا فقط بالفلوس الا وكنحطوا الاستمتاع بواحد نيفو طالع، ولكن ملي كنحطوا الاستمتاع ديالنا بنيفو هابط الا واستمتع يوميا يوميا كتمتع. بحال واحد الكاس مثلا، هاد الكاس هذا كيكون خاوي كنحطوا فيه الايجابيات وفي الاخر مثلا كنفيقوا في الصباح هاد الكاس كيكون خاوي. هاد الكاس خاوي نهار كامل وانا كنعمر فيه حاجات بساطين، في الاخر ديال النهار كنشربو كتمتع، يعني كتشرب بحال الحاجات الايجابيه. حتى لا كنتي خديتي مثلا في النهار شي حاجات اللي سلبيه الا واد الحاجات الايجابيه كيغلبوا على السلبيه. هي راه الدماغ والعقل والروح دايرين في حالهم بحال الكرش. مثلا الكرش عطيتيها الماكله صحيه الا الجسم ديالك يكون صحيح، ذلك نفس الشيء مع العقل والروح ديالك، الا عطيتيهم حاجات ايجابيه الا وكيعطيوك حاجات ايجابيه في الحياه ديالك. الرابع حاجه واللي هي الاستمتاع بالالتزامات، سواء كانت الصلاه او لا الخدمه. كل ما فهمتي الخدمه ديالك الاسلام ديالك الا وما كيكونوش هاد الاشياء التزامات كيوليو حتى هما استمتع عاوتاني. الا فهمتي الدين ديالك الا واستمتع. والصلاه كديرها حيت تبغي الله ماشي حيت كتخاف من الله، كديرها باش تدخل الجنه. مثلا كاين شي ناس اللي كيشوفوا راسهم مثلا انا غنصلي خصني نصلي باش ربي مثلا ما يدخلنيش لجهنم. العكس، شوف انت بحال لا يدخلك للجنه، باش تدخل الجنه خصك تصلي مثلا ديك 5 ركعات. نعطيك مثال، كاين بحال واحد مثلا حطينا واحد السلك بين جوج جبوله، فهاد جوج جبوله الا كان شي واحد عايدوز وبقينا نقول له عندك طيح عندك طيح عندك طيح الا وعيطيح راه ما يزهقش حتى يطيح كيدخل عليه الخوف. ولكن الا بغينا نشجعوا الانسان زيد راك بخير راك غادي راك كذا، كذلك ومثال مع المخ ديالنا. المخ ديالنا كنعطيوه الايجابيات انه كيصلي حبا لله، انت كتبغي الله عليها كتصلي ديك 5 صلوات، فالمخ ديالنا من بعد سيمانه 10 ايام الا وكيولف عليها وكيبقى يقول انا غنمشي نصلي حيت كنبغي الله باغي ندخل الجنه. هادشي كيولي ايجابي على المخ وكيخليك تمتع
بالالتزامات ديالك. خامس حاجة وآخر حاجة هي حب الاكتشاف. يعني كل ما كنت نتايا كتبغي تكتشف حاجة جذاب إلا وكتخلي المخ ديالك أنه كتخدمه، بحال كتقول له ونوض تخدم، ومنين كينوض يخدم وكيجرب هذيك المعلومات وكيدخله من راسه بحال كتخليه دائما نشيط، يعني كيقلب أنه يمشي يجيب معلومات جداد، والمخ ديالك كيبقى دائما للتجديد، دائما كيقلب على راسه ويمشي يشوف من هنا يمشي يشوف من هنا، وهذا كيخلي الاستمتاع ديالك يزيد، لانك كتقلب على حاجة جداد وما كتخليش المخ ديالك في بلاصة وحدة ويولي كسول، يعني كتخليه دائما يجدد ويكون نشيط وكيقلب على حاجة جداد وحاجات إيجابية. قلب وكتولي تفهم الحياة حسن، مثلا نمشي واحد البلاصة ولا نقلبو ولا نقراو شي كتاب إلا وكتاخذ واحد المعلومة جديدة اللي تقدر تغذي بها المخ ديالك. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى أنه يعجبكم، وإلى اللقاء أصدقائي.